السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم الدرس ديالنا هو الكارشير. شحال هادي وانا كنقول غادي نحضرو اليوم عاد كتب الله. هانتوما الكارشير ديال الدار، ما فيه لا مواد حافظه لا مواد منكهه لا والو، طبيعي صحي. يعني عرفتي شنو كتاكلوا وتاكلوا لوليداتكم، خصوصا دابا الدخول المدرسي خص شي حاجه اللي ديروها في السندويتشات لوليداتكم. يلا تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل، واللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه وينقر على الجرس باش يوصلوا جديد وحطوا اعجاب. يلا مرحبا بكم. السلام عليكم. باش نحضر هاد الكاشير ديال الدار، من الحوايج اللي عزيز على الدراري ديالنا وكنضطروا نشريوهم اليوم، او كنستعملوهم كذلك في الساندويتش، اللحم ديال الفخاض وديال الرجيلات او ديال السدر كذلك الا بغيتو. عندي هنا 350 غرام ديال الهبره ديال الدجاج، عندي هنا 350 غرام ديال الهبره ديال الدجاج، خديت انا ديال الفخاض وديال الرجل وديال السدر كذلك، ماشي ضروري منطقة معينة. عندي هنا 200 غرام ديال الرز طيب، عبرت 200 غرام حتى طاب الرز، طيب مزيان خصو يطيب حتى يكون كيتحل. عندي 4 ديال البيضات، 100 غرام ديال السميدة رقيقة، عندي واحد 4 ديال الفرماجات مربعين أو مثلثين كيبقاو لكم اللي موجود. عندي هنا غادي نحتاج شوية ديال الزيتون، عندي الفلفلة حارة قطعتها قطع صغيرة، أو اللي ما كياكلش الحار يدير الحلوة. عندي 50 مليليتر ديال الزيت أو نص كاس عنبة، عندي واحد زليفة صغيرة ديال القزبر والمعنوس، وغادي نحتاج التوابل اللي هي عندي هنا البصلة غبرة والثومة غبرة، معلقة صغيرة معلقة صغيرة، الملح الكافية كذلك معلقة متوسطة. غادي نحتاجو عندي هنا سكينجبير، القزبر اليابس، تحميرة حارة، الكمون، البزار، عندي هنا التحميرة الحلوة، وكذلك التحميرة المدخنة، هذيك إلا كانت موجودة عندكم ديروها، ما كانتش موجودة ماشي ضروري. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو ليهم. أول حاجة غادي ندير، غادي نطحن الدجاج هو الأول، حتى غنطحنو كفتة، عاد غادي نزيد ليه المكونات الأخرى. شري اللحم طحن ليا مزيان، ما لقاش صعوبة. ممكن ديروا كذلك ديال الكفته ديال اللحم، عندكم اختيار كفته اللحم او الكفته ديال الدجاج. انا غادي نطحن هذا اللحم ديال الدجاج ونرجع لكم. اللحم ديال الدجاج هي طحنتها، ممكن تشروها جاهزه. غادي نزيد الرز، غادي نزيد كاع المكونات، كلشي غادي نزيدهم الا الزيتون والفلفله حارة، السميدة رقيقة، الفرماج، هذا القزبر والمعدنوس، التوابل كلها بما فيهم حتى التومة، ونزيد الملح. ما غاديش نزيد دابا البيض حتى نطحن هاد المكونات باش يطحنوا ليا مزيان. من بعد ما طحنت كلشي هذا الشيء اللي درت في الاول، دابا غادي نزيد البيض، نزيد الزيت ونعاود نطحن مره اخرى. الخلطه ديال الكاشير هي واجده، شفتوا كتكون ثقيله بهذا القياس، هذا هو القوام ديالها، مطحونه مزيان. دابا غادي نبداو باش نقادو لي بودان ديال الكاشير. هانتوما الا لاحظتوا هنا درت القطعه ديال السلوفان دوبلتو على جوج، درت جوج قطع وحده فوق وحده. غادي نبدا نكب في الحشوه او الخليط، نسرحو هكا شويه. الغوض او الكبر ديال هاد الكاشير كيبقى لكم نتوما، ديروا القياس اللي عندكم اللي بغيتو ديروا، المهم هو الخليط، الوصفه كيفاش المقادير ديالها، هادو هما اللي مهمين. كنهز شويه ديال الزيتون حتى
حتى انا عندي هذه ممكن ديروا الصحيحه. عندي هنا الفلفله الحاره، هذه حتى هي كتبقى اختياريه، انا علما خليتها هكا ما بغيتش نطحنها باش تبان ليا في هذا في لي بودان او في دوك الحرابل. ودابا نبداو باش نشكلوا الحربول ديالنا. بسم الله بسم الله هانتوما. انا درته غير رقيق صغير حتى نجمعو عاد نكمل الدورة. خصنا نزيروه، شتو شتو الطريقة باش كنزير ونعقد من هاد الجوانب من الريوس. نعقد الجانب الاخر. هانتوما راه باقي راتب شويه حيت هو ملي غادي يطيب غادي يتزير، ملي غادي يبدا يطيب غادي يتزير ويتجمع. نعاود ندير معكم واحد اخر وكنسرحو شويه، كندير فيه الزيتون المقطع او الصحيح كيبقى لكم اختيار اللي موجود. الفلفله حاره انا درتها هكا صحيحه باش تبان، وكنحاول نلف الخليط باش يبقى داك الزيتون كيبان من الداخل. نعقدوه مزيان ماشي هانتوما شتو جا مزير. نكمل باقي الحشوه ونرجع لكم وكنعاود نديرهم في الورق الصغير او طاسيه الومنيوم باش يتزير مزيان. درت واحد الطنجره او الجزره والسكات. انا هاد الكاشير غادي نديرو في الكسكاس نفورو، انتوما درت الطنجره في الماء وغادي نحطوه في الكسكاس هكا كتفاداو داك الماء يدخل لينا الكاشير او دوك لي بودان. كتكونوا مطمئنين ما غادي يدخل لكم الماء هذاك الكاشير ولا والو، ما يخسر ما والو. كتفورو غادي نخليه تقريبا من 45 حتى ل 50 دقيقه وهو كيطيب. طبعا غادي نبداو نحاديو ونشوفو واش شد مع راسو او لا. يلا نرجع لكم من بعد ما يطيب باش نشوفو النتيجه النهائيه. انتوما شوفو ملي كنورك عليه قاصح صافي. دابا طاب دوز تقريبا ساعة الا ربع 45 دقيقة أو أكثر. غادي نغطيه ونخليه يبرد هنايا، ومن بعد ما يبرد خصني ندخلو التلاجة يجلس واحد 12 ساعة عاد نستهلكوه، عاد نقطعوه ونشوفو القوام ديالو كيف كيكون. الكاشير من بعد ما برد وبات خليته بات في التلاجة باش يجي شاد راسو مزيان. راه انا خرج ليا ثلاثة ديال سميتو لي بودان وثلاثة ديال الحرابل، واحد راه بعدا كلاوه الدراري. أنا غادي نقرب ليكم شتو كيجا شاد راسو هانتوما. نحلو ليه الا بغينا نحتفظو بيه في التلاجة نخليوه هكا، درنا ثلاثة بلا ما نحلو نخليوهم صحاح صايمين. نخليوهم بالبلاستيك ديالهم باش يبقاو يحتفظو بيه. نحلو غير داك اللي غادي نستهلكو. انا دابا غادي نحلو حيت باش تشاهدو ونديرو في كيس بلاستيكي او نعاود ندور عليه بسلوفان.
حضروا الكاتشب في الدار لوليداتكم. هانتوما كيجي بنين، كيجي عرفتوا بعدا اشنو فيه، ما فيه لا مواد حافظه لا والو. هانتوما بسم الله. والله العظيم الى واحد البنه لا تقاوم. وليداتي راه كلاو بعدا واحد غير برد وكلاو، ما فيهمش لي يتسنى. شوفوا الكاشير ديالنا شو كيخرج، هادوك الفلفله الحاره الحمراء والزيتون الخضراء، البنه والمذاق ولا اروع. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه، ضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد، حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم، تواصلوا معنا على الانستغرام شاف امالي وشاف لبنى امتقال. يلا تبارك الله عليكم وبالصحه والراحه.